يأتي انعقاد القمة العربية بالمنامة 2024 في ظل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات المعقدة والمتداخلة معاً، وبما يتطلب ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي. ومن المتوقع أن تناقش أجندة القمة ملفات وقضايا ترتبط بتلك التحديات التي تؤثر على مستقبل تفاعلات النظام الإقليمي العربي داخلياً وخارجياً. أبرز الملفات قد تناقش الأزمات في دول الصراعات العربية وتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها، الأزمة الأثيوبية الصومالية، ملف الأمن الغذائي الذي وصل إلى مستويات حرجة في منطقتنا، وأيضا قضية اللاجئين في المنطقة العربية وما تمثله من عبء اقتصادي وإنساني وثقافي على الدول المستقبلة، وربما أيضا الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة فيما تم إنجازه على مستوى لجنة الاتصال العربية. لكن القضية الفلسطينية ستبقى هي الأهم والأبرز على طاولة الاجتماع العربي، خاصة مع ترقب الشارع من القادة الاستخدام الأمثل لمفردات القوة العربية الشاملة في بعدها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، والضغط على المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تتبنى حل الدولتين لوقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام.